السلام عليكم. احنا النهارده هنكمل بقية كلامنا على ال communication skills. هناخد بقى شوية حاجات theoretical أكتر عن ال communication. ايه حدودتنا مع ال communications أو ال history of human communication؟ ال changes اللي حصلت في ال communications حصل لها revolutions و evolutions كتير قوي. حاجات كانت بتيجي slow، كانت بتاخد slow motion، slow مدة طويلة أوي longer duration، وحاجات كانت بتبقى abrupt بتاخد short durations أو تطورات سريعة جدا جدا. بداية ال communication بدأ من العصور القديمة جدا، لما كانوا مش عارفين يتكلموا مع بعض ومش عارفين يتواصلوا مع بعض، فكانوا بيدوروا على حاجات إن هما يخبطوا بالأحجار، يعملوا أصوات مختلفة، يبتدوا يدوا النقوش اللي موجودة على جدران المعابد علشان يشوفوا وسيلة إن هم يتفاهموا بيها مع بعض، لأن مفيش حد بيعيش لوحده أبدا، لازم يتواصل مع الناس التانيين. وبالتالي وكانت imagine life without communication، لأن هو ده الأساس حياتنا بالأكتيفيتيز بتاعتنا. إحنا محتاجين نكوميونيكيت with each other whatever الميثود دي كانت إزاي أو هتبقى إزاي أو إحنا عايزين نعمل إيه. المهم إن إحنا نتواصل مع بعض ونفهم بعض. كويس. هنتكلم جنرال على الكوميونيكيشنز، لكن هنختص بينا حتة لينا كده. ان هو زمان كانوا بيقولوا ان وظيفة الدكتور وانه يتكلم مع العيان وياخد منه proper history، لكن بعد شوية الدنيا بدأت تتطور وقالوا ان هو الكوميونيكيشن بتاع الدكتور patient ده is not limited to history taking بس. وبالتالي بدأت فكرة ان هو الدكتور ده ياخد العيان كله على بعضه. انا محتاج اشوف الاحتياجات بتاعته ايه، محتاج اطمنه، محتاج اشوف اهتماماته، وان انا اديله الاستشارة بتاعتي. العيان ازخول الفكرة كلها ويديله comfort. وان بدأت تبقى الكوميونيكيشن بارت من الميديكال كير، مش بس مجرد ان هو يكشف عليه او ان هو يقدم له يعني معلومة طبية او نصيحة طبية بس. فبدأت فكرة الكومبتنسز اللي انتوا بدأتوا تدرسوها دلوقتي او الكومبتنسي بيز كريكولم كمان معاها، ان هو ما ينفعش الدكتور اقول ان في دكتور شاطر عنده نولج، وان في دكتور عنده examination بيعمله كويس، وان في دكتور عنده communication كويس. بدأنا نقول ان احنا عايزينه كله يكون good communicator، وان هو يكون عنده good medical practice، وان هو كمان يقدر يعمل consultation كويس. فبدأ نتكلم مش ان احنا عايزين دكتور يبقى communicator، احنا محتاجين a competent communicator. مع الأسف ال ineffective communication بدأت تأثر لما عملوا السيرفي على ال patient satisfaction، ومن الرابورت بدأت يقولوا ان هو مفيش satisfaction either، لان الدكتور ده مش قادر يسمع، مش سامع كويس، يعني مش بيسمع، عنده مشكلة في الساوند، لا هو مش بيعرف يسمع كويس، او ان هو مش قادر يدي information، او ان هو ما عندوش concern او respect للباشن. ومن هنا بدأ يظهر ان هما كل ما يعملوا questionnaire عشان يقيسوا الباشن satisfaction من عداء الدكاترة يطلع فيه dissatisfaction، يرجعوا يشوفوا technical aspect of care يلاقوه كويس. طب ليه العيانين عندها dissatisfaction؟ لما قعدوا يدوروا لقوا ان المشكله كلها في الكوميونيكيشن، او ان في ineffective communication skills مع بين الدكتور والعيان. وده بدا يزود السكوب او سبوت ذا لايت على الامبورتنس بتاع الكوميونيكيشن سكيلز في وهما بيدوروا لقوا ان هو الجود ميديكال كوميونيكيتور ده يقدر ان هو يدتكت
ويريسبوند للايموشنال ديستريسز، وان هو يعمل ساتسفاكشن للبيشن اللي هو بيديهم الادفايس بتاعته، خصوصا البيشن ده لو كان less anxious. طبعا في extremes من البيشن هنتكلم عنها how to deal with complicated communication او complicated patient او special situation في الcommunication. كويس، ولقوا ان الناس اللي عندهم effective communication skill بيسفر less من الدكتور burnout. طبعا انتوا عارفين ان احنا دايما بيبقى عندنا في حياتنا stresses واحنا طول ما احنا ماشيين بنقابلها. الناس اللي عندهم يعني effective communication skills ال burnout بتاعهم ده قليل قوي، او بيقدروا يتغلبوا على المشاكل والمصاعب اللي بتقابلهم، وبالتالي ما بيدخلوش في depression والمشاكل النفسية اللي ممكن يقابلها الدكتور وهو ماشي في حياته. وبالتالي بدأوا يعملوا training program عشان improve the patient outcomes وزود ال well-paying بتاع الدكاترة. دي موجودة كتيرة قوي، وفي online courses كتيرة قوي عشان تدevelop communication skills. طيب هو السؤال دلوقتي، هو ال good communication skills دي او ال effective communication skills دي حاجة genetic، يعني هو طبع بيبقى موجود فينا كده، ولا حاجة acquired؟ بصوا، هو جزء منها طبعا بيبقى الحقيقة مش عارفة إذا كان ده جيناتيك ولا لا، لكن هو دايما يقولك إن في عائلات كده بتبقى لبقة وهي بتتكلم أو عندها communication skills، وفي ناس كده بيقولوا ده كلهم أصلا ما بيعرفوش يتكلموا أو بيحدفوا كده وهم ماشيين. The good thing is إن هو ال communication skills دي ممكن تبقى acquired، وإن في teaching وإن في training يحسن لي من ال communication skills. طب هو السؤال دلوقتي، هو أنا لما أجي أدرب حد على communication skills هنقي الناس اللي هي عندها deficit، ولا هاخد كل الناس؟ المنطق أو العقل بيقول أنا هاخد الناس اللي هما عندهم technical deficit في communication بتاعته، لكن ده مش مظبوط. المفروض ان انا هاخد كل الناس، لان في دراسة غريبة جدا اتعملت بيقولوا ان هو حتى the most confident patient او doctor less competent وهم بيتعاملوا مع ال patient. الحقيقة انا مش عارفة ازاي، لكن هي الدراسة بتأكد الكلام ده. وبالتالي المفروض ان انا اجي اخد اعمل assessment بكويشنر بانسترومنت وذاتر، هعمل ايه وحدد الناس اللي هم عندهم poor communication skills وابتدي اديهم التريننج. وعلشان كده جت فكرة اهتمام ان احنا ندرس الكوميونيكيشن في المناهج الطبية، لان احنا زمان ما كناش بندرس الحاجات دي، لكن الكومتنسي بيزد كوريكولم وفكرة الانتجريشن بدأت ان هي تهلط المشاكل اللي احنا موجودة عندنا واحنا ما كناش بنشوفها. عندنا مشكلة كوميونيكيشن، عندنا مشكلة كوميونيكيشن، دكاترة كتير ما بتعرفش تتعامل مع البيشن، ما بتعرفش تتعامل مع زمايلهم، ما بيعرفوش يتعاملوا مع السوبرفايزرز بتاعتهم. وبالتالي كان لازم نسبوت the light ان احنا ندي كوميونيكيشن من وانتو صغيرين. في ناس قدرتها او الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتها كويسه جدا، نقدر نعمل لها ديفلوبمنت. في ناس عندها بور كوميونيكيشن سكيلز، نبتدي ان احنا نحسنها شويه. يعني ايه كوميونيكيشن؟ كوميونيكيشن دي بروسيس، انا محتاجه ان انا اجي اجيب اللي في دماغ ناس او في دماغ حد انقله لدماغ حد تاني. بس انا مش هينفع افتح دماغ كل حد وانقل منه كل ما عاوز حاجه، افتح دماغه وراسه واطلع من البرين بتاعه المعلومات واحطها في البرين التاني. وبالتالي communication is a process by which two or more people exchange ideas, opinions, facts, feeling, expression. بالشرط ان هم يكون ليهم common understanding of the message being
communicated، بمعنى ان انا لو انا هستخدم language مثلا English، لازم احنا الاثنين نتكلم English زي بعض. عربي لازم احنا الاثنين نتكلم عربي، ما ينفعش انا اتكلم English وحضرتك ما بتتكلموش اصلا، ومفروض ان انت تفهم الكلام اللي انا بقوله. و communication the dynamic process، ongoing process، انا بدي لك معلومة وانت بتاخدها وبترد عليا بمعلومة تانية وهكذا. وبالتالي the process of meaningful interaction among human being، more specifically ان انا بحول او بعمل meaning لحاجة perceived وبفهمها من بعضينا. بمعنى انا هتكلم بطلع كلام words، لو حضرتك اخدت الwords بتاعتي دي زي ما هي، هي مش هتديك اي information، لكن حضرتك لازم تاخد الwords دي، كلمات دي تسمعها، والسمع بتاعها يوديها للبرين يبتدي يترجمها لي في شكل فهم، وبعدين مخي بقى يبتدي يقول لي اه انا فهمت ان هي عايزه تقول كذا 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 كذا، وانت المفروض ترد عليها بكذا كذا كذا. فهو عمليه communication is creating or creation of meaning، انا عايزه افهم باي وسيله. تمام، ايه purpose of communication؟ يعني انا عايزه اتكلم ليه؟ هل في حاجة تقولي ان انا 24 ساعة اتكلم كده من غير فايدة؟ اكيد لأ. اول حاجة ان انا لازم اعمل flow of information، انا بتكلم علشان اطلع معلومات. منين لمين؟ منين لفين؟ من اي مكان؟ من اي level؟ يا اما information دي هتتحرك من مستويات اعلى لمستوى اقل، او من مستوى اقل لمستوى اعلى. يعني مدير المستشفى محتاج ان هو يدي information لكل staff member اللي هما شغالين معي، وكل staff member محتاجين ان هما يدوا information لمدير المستشفى اللي هما بيشتغلوا معي. كويس. لازم اخد بالي وانا بدي المعلومات دي ان كل الناس informed، يعني ما ينفعش انا يكون بيشتغل معي 10 واحمد نايم فانا بلغت 9 مش مهم احمد، لا احمد لازم لما يصحى ابلغه واتاكد ان هو عرف. كويس. لازم كمان الانفورميشن دي تكون بلانجوج الناس بتفهمها. بمعنى لو انا عندي ناس في المستشفى هيفهموا الميديكال تيرمز، فانا هستخدم ميديكال تيرمز، هقول ان العيان اللي فوق محتاج فنت، لو سمحتوا اطلعوا فنتلو. اي دكتور هيفهم كلمه فنت دي، لكن انا ما ينفعش اجي لاهل العيان واقول لهم ان العيان محتاج فنت وانا بعت الدكتور عشان يفنتله، ما هو مش هيفهم الكلام اللي انا قلته. كمان لازم ما استخدمش كلمات صعبه وانا بتكلم، لازم الكلمات تبقى سيمبل عشان الناس تقدر تفهمها. The right information should reach the right person the right time to the right person. كمان هختار الشخص اللي انا هبلغه انه يفهم knowledge او information اللي انا قلتها علشان يوصلها، علشان ما يجنيش واحد يقول لي ان انا فهمت من فلان كذا 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 وانا فهمت غلط، معلش فانا نقلت لهم المعلومات كلها غلط. It's not accepted. It's a poor communication. قلت لهم information انا محتاجة اعمل coordination بينهم. يعني ايه؟ يعني محتاجة ان انا اعمل communication between the different staff member, different department, different organization عشان coordinate الشغل. لو جات الحالة عندها 1 2 3 دي هتروح اسم البطنة، بس لو جه فيها 1 2 3 4 symptom، لا اسم chest معاكم يا جماعة لازم يبص عليها. ولو جت فيها 1 2 3 4 5 دي حالة عناية، معلش لازم العناية هم يشوفوها. فلازم يبقى فيه better coordination من المعلومات اللي انا بقولها. ايه تاني اللي احنا بنعمله دلوقتي؟ learning management skills. يعني ايه؟ يعني انا عندي information،
انا محتاجة ان انا انقل الانفورميشن ديت ليكم. انقلها ازاي؟ عن طريق الكوميونيكيشن، ان انا هشرحها، بدي انفورميشن، بدي ايديز، بليفز، ادفايسز، اوبينيون، اوردرز، انستراكشنز، كلها انا بعلمكم بيها. يا ولاد لازم تذاكروا، يا ولاد انا هشرح كوميونيكيشن، يا ولاد ذاكروا دلوقتي، يا ولاد خلي بالكم السؤال ده ممكن يجي في الامتحان. كل ده انا اقدر اعمله بالكوميونيكيشن بشرط ان المسج اللي انا هطلعها لكم لازم تكونوا فاهمينها كويس، علشان انتوا لما تعملوا لها ريسيفنج تبتدوا تعملوا لها اناليسيس واندرستاندينج. يعني ما ينفعش ان انا اقف قدامكم اقرا لكم الكلام واسيبكم وامشي من غير ما اشوف انتوا فهمتوا ولا ما فهمتوش، او اديكم كلام از نوت او هو مش بيزك قوي او سوفيستيكيتد على مستواكم فانتوا ما تفهموهوش، والاسم ان انا درست. It's a poor communication. Okay. Preparing people to accept a change. علشان الناس تتقبل فكرة التغيير لازم اقعد معاهم اتكلم معاهم واقول لهم ان انا كان عندي مشكلة، وان المشكلة دي مش عارفين نحلها، فاحنا لما قعدنا مع بعض وبحثنا مثلا هقول ان انا لقيت ان التمريض مثلا في قسم البطنة مثلا كل البيشن بيشتكوا منه، المفروض ان انا اعمل ايه؟ لو انا is not a good manager، انا اول حاجة هعملها هقولك انقله اسم التمريض بتاع البطنة ده، انقله التمريض بتاع البطنة ده وادوه اسم تاني. ما ينفعش، عشان في ناس شغالين مع التمريض بتاع اسم البطنة ده. It's an example على فكرة، ماشي اوكي، ان هو تمريض شغال مع اسم البطنة، وان هم عاملين بروتوكولات، وان في دكاترة فاهمين بعض وحاطين سيستم، فما ينفعش اجي انا لوحدي كده ابوظ لهم السيستم بتاعهم لمجرد شكوى انا سمعتها. لا، تعالوا بقى نقعد مع بعضينا كده ونشوف ايه المشكلة، وبناء على هذه المشكلة نبتدي نعمل policies او procedures علشان نصلح المشكلة اللي حصلت. طب المشكلة كان نتيجة لإيه؟ كل التمريض كان عنده مشكلة ولا هو شخص واحد الشكوى منه؟ طب الشكوى دي كانت عشان ايه؟ طب مش يمكن البيشنت هو اللي غلطان؟ طب ممكن نجرب كده ان احنا نودي 2-3 من تمريض البطنة ده في اسم تاني وليكن الاطفال عشان نشوف الشكوى موجودة ولا لا، ودي حصلت فعلا، ان هو كان كل بيشنت بيشتكوا من ستاف ممبر من تمريض في اسم هما مش عارفين ايه المشكلة سوري فنقلوا كل التمريض من الاسم ده لاسم تاني، فلقوا ان الشكوى ده بدأت تتنقل من الاسم ده للاسم التاني، وبالتالي انا عندي مشكلة في التمريض itself لازم احلها، وبالتالي عشان اخد policies او procedures انا لازم او اعمل change، لازم اتكلم مع الناس وعدهم ان هما يتقبلوا ال changes دي. ايه تاني؟ اهم حاجة في حياتنا good human relationship، احنا بنتكلم علشان نتواصل مع بعض، عشان يبقى في علاقات بيننا، ومش بس كده، ده انا من خلال ان انا بتكلم مع حد واتواصل معاه بعرف هو مفتاحه ازاي، اتكلم معاه ازاي. يعني مثلا مروة ما بتحبش الصوت العالي، وانا مش هعرف كده الا اذا انا عليت صوتي مرة مثلا، وهي قالت لي على فكرة انا ما بحبش الصوت العالي ومش يعني بيوترني وما بحبوش، خلاص يبقى انا عرفت ان هي مش بتمشي بالصوت العالي. مروة ما بتحبش الاوردرز، خلاص انا مش هديها اوردرز عشان هي البرودكتيفيتي بتاعتها بتقل لما اديها اوردرز. فاهميني ازاي؟ يعني انا هعرف من خلال تعاملاتي وكوميونيكيشن مع كل واحد هو مفتاحه بيمشي ازاي. اوكي، ideas of subordinates encourages يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو انا مانجر وانا محتاجة ان انا اخد قرار في حاجة، انا اقدر افكر واخد القرار بتاعي، واقدر ان انا اجيب كل المرؤوسين بتوعي واقول لهم تعالوا
ايه رايكم؟ احنا دلوقتي عندنا محاضره او عندنا موديول اسمه كوميونيكيشن، تحبوا ان احنا ندي فيه ايه؟ وخليهم هما يطلعوا الايدياز بتاعتهم. اول ما بيطلعوا الايدياز دي واخد منها انا حاجه كويسه او ناخد واحده ونعدل عليها، ده بيعمل نوع من انواع السلف ساتسفاكشن عندهم، وبالتالي ده بيخليلهم ان هم يعملوا كريتيف ثينكينج، وان هو ده كمان بيعمل لهم موتيفيشن ان هم يكملوا الهارد ووركينج تاني، لان هم بيحسوا ان هم جزء من المنظومه اللي هم قاعدين فيها دي، ان انا اشركتهم في حاجه وان هم جزء من الكيان اللي هم بيتكلموا عنه، فدي رائعه طبعا. طيب هو الـ effective communication ده شكله ايه؟ ايه الـ principles بتاعته؟ يعني انا عشان يبقى communication بتاعي effective المفروض تتوافر فيه شروط ايه؟ تتوافر فيه 7 حاجات بحرف الـ C، 7 C's، اللي هما دول: لازم يبقى correct و complete و concrete و concise، consideration، courteous و clear. ايه الكلام الكبير ده؟ تعال بقى ناخدهم واحدة واحدة كده واحنا ماشيين. اول حاجة completeness. يعني ايه completeness؟ يعني انا لازم ادي الجملة كلها او المعلومة كلها as a whole، complete information. يعني ايه complete information؟ يعني لازم اقول للناس ان انا هدي محاضرة communication skills وهدي فيها principles of effective communication، هتكلم على 7 سيز. لو سمحتوا حضراتكم اللي هيدي محاضرات بعدي ما يتكلمش في الجزء ده عشان انا خلاص غطيته. دي complete sentence صح؟ كويس. انا استفدت ايه بقى من ان انا ابقى complete؟ اول حاجة انا قللت الكوست وقللت الوقت وما سبتش للي قدامي اي فرصه ان هو يبقى عنده ديفكت في الفهم او ان هو يبقى عنده ديفكت في الكلام اللي انا قلته. خلاص هو فهم الكلام اللي انا قلته كويس. وان ال well informed decision is always better than ill informed one. يعني انا ما ينفعش اقول ان انا حدي النهارده communication skills حدي فيها principle of effective communication وامشي، لا معلش، لازم اقول ان ال principles of effective communication دي انا حدي فيها ال 7 C's بتوع communication بتوع communication. تاني حاجة لازم يبقى concise، يعني استخدم فيه the least possible words من غير ما يبقى فيها حاجات irrelevant ومن غير ما يبقى فيها مهاترات ولا كلام كتير. انا كده وفرت الوقت والمجهود، انا كده highlights the main point والessential point، وبالتالي انا ما عملتش distraction في حاجات تانية. يعني ما ينفعش اقول ان انا هدي النهارده principle effective communication والمحاضرة التانية والتالتة هدي فيها مش عارفة ايه والمحاضرة الرابعة هادي فيها ايه. لا، طب ما تخلينا في محاضرة النهاردة عشان انتوا كطلبة ما يحصلش distraction بكلام تاني مش مهم. كويس. ده طبعا بيبقى appealing للليسنر والريدرز حتى في الـ في الـ في الـ في الحاجات الاوفيشال ميلز اللي احنا بنبعتها، ما ينفعش ابعت فيها كلام كتير، او انا عايزه حاجات to the point، concise to the point. اوكي. ونون ريبيتيتيف، ما ينفعش ارجع تاني اعيد الكلام، ازيكم عاملين ايه وكويسين اخباركم ايه، طب ما خلاص ما احنا قلنا ازيكم اول مره. taken in consideration، ان انا لازم وانا بتكلم مع الناس استخدم اللغه المناسبه ليهم واشوف الليفل اوف اندرستاندينج والاديوكيشنال ليفل والباك جراوند والايموشن بتاعتها. يعني ما ينفعش ابدا اتكلم مع البيشنت واقول له ان هو ابنك ده عنده انتستاينال اوبستراكشن، لا طب ما تقوله يعني ايه انتستاينال اوبستراكشن الاول. المفروض ان انا ارجع قبل ما ببتدي اتكلم معاهم اسال الام او الاب اللي هو موجود معانا ده هو التعليم حضرتك بتشتغل ايه، عشان اعرف الاديوكيشنال ليفل بتاعه ايه. كويس. كونسيدريشن مهم جدا. كلاريتي، لازم الكلام يبقى كلير. آه.
concreteness يعني واقعي، لازم الكلام بيبقى واقعي، ولو انا هقدر اعمل له augmentation بفاكس او فيجر ده بيأجمنت الكلام بتاعي وما بيبقاش فيها confusion. كمان لازم يكون في courtesy او يبقى polite وما فيهوش some sort of aggressiveness، عشان دي احنا حاجات كتيرة بنشوفها اليومين دول موجودة. ولازم يبقى correctness، لو انا هستخدم بقى حاجة written لازم يكون خالي من الاخطاء اللغوية، ولو انا بتكلم لازم يبقى الكلام verified جدا before the delivery، يعني لازم اخد بالي من الكلام اللي انا بقوله، لان ساعات الكلام غصب عننا بيحمل معنيين. بمعنى انا هقابل محمد واقول له يا محمد انت ما كلمتنيش امبارح واحنا كنا متفقين، محمد هيقول لي يو بزهق دي تحمل معنيين. المعنى الاول هو زهقان عشان انا بقول له انت ما كلمتنيش امبارح، المعنى التاني ان هو زعل ان هو نسي انه ما كلمنيش امبارح. وانا بقى على حسب ما انا هاخد الزهق بتاعه ده باي معنى، يعني هل محمد زعل من نفسه عشان ما كلمنيش فانا مش هزعل، ولا هو زعل علشان انا بقول له انت نسيتني فانا هبتدي ازعل منه، وبالتالي الكلام should be verified قبل ما يوصل، علشان خصوصا الكلام اللي بيحمل معنيين. اوكي، مش احنا قلنا ان الكوميونيكيشن ده بروسيس؟ طب تيجي نشوف البروسيس دي شكلها ايه بالبلدي كده. انا عندي كلام مسج عايزه اخرجها من عندي، ومعلش هرد من هنا، عايزه اعملها بكود معينه انكودنج، وبعدين ادخلها في دماغ حد تاني هو يعمل لها ديكودنج، وبعدين لما يفك الشفره دي او يعمل الديكودنج ده يبتدي هو يخرجها لي بانكود تاني في صوره فيدباك مسج، وانا لما تجيني الانكود بتاعته دي انا اعمل لها ديكودنج، فاحنا نبقى فهمنا بعض احنا الاثنين. تعالوا بقى نقول الكلام ده في scientific manner. بقى الكلام ده source او ممكن نسميه communicator او ممكن نسميه sender. ده شخص intending ان هو يخرج message وعايز يحرك information معينة او يبلغ information معينة او ideas ويوديها لحد الريسيفر اللي هو شخص تاني او مجموعة من الاشخاص او organization. كويس، يبقى انا بدأت الاول بالsource او sender، وبعدين انا عندي المسج الايديا دي اللي انا عايزة اخرجها، سواء كانت opinion أو order أو suggestion أو attitude أو feeling أو view whatever، أنا عايزة message idea أوصلها. وبعدين يبقى عندي excoding أو بعمل كود للمعلومة اللي أنا عايزة أخرجها، سواء كان في صورة word أو action أو picture أو sample، عشان أخرجها من دماغي في صورة الناس تفهمها، يا هتكلم يا هرسم صورة يا هبعت ميل يا هكتب ايميل اكتب جواب whatever. وبعدين الكود دي واستخدمها او اخرجها عن طريق communication channel. communication channel دي انا هتكلم عنها المرة الجاية في المحاضرة المرة الجاية. بس خليكوا عارفين ان communication channel ممكن تبقى formal او informal. خلاص كويس، انا وصلت المعلومة من السورس، طلعتها عملت لها كودينج، وبعدين استخدمت تشانل هتوصل لي الانبوت دي بتاعتي دي او الكلام او الكوميونيكيشن اللي انا عايزة اعمله راح لشخص تاني المفروض يعمل له حاجة اسمها ديكودينج، يبتدي بقى يترجم الصور دي، يبص على القراية دي او الجواب او الميل يقراه، يسمع الفيربال كوميونيكيشن او الكلام اللي انا بقوله. خلاص، وبعدين اهو الريسيفر راحت عند الريسيفر كده.
يبتدي يعمل لها هو بقى ديكودينج، يبتدي يترجمها او يحولها لحاجة meaningful. وبعدين فيدباك ان هو فاهم الكلام اللي انا قلته او ما فهموش. يعني انا دلوقتي عايزة اقول لكم ذكر، خلاص انا السورس هقول لكم، انا في دماغي ان انتوا المفروض ان انتوا، ان انا عايزة اقول لكم ان انتوا لازم تذاكروا عشان الامتحان. دي الكود بتاعي، الكود دي انا هخرجها لكم في صورة الشانل اللي هو verbal communication. يا اولاد انتوا لازم تذاكروا علشان عندكم امتحان، بعدين انتوا هتستقبلوها receiver، وبعدين تبتدوا تعملوا لها decoding. بس لازم تردوا عليا تدوني الفيدباك، الفيدباك بتاعتي ان احنا حاضر احنا هنذاكر، او احنا مش فاهمين الكلام اللي حضرتك بتقوليه، فلو سمحتي ارجعي تاني اعملي موديفيكيشن للمسج بتاعتك دي بشكل تاني، اكتبيها بقى، ارسميها، كلمينا في التليفون، whatever المسج اللي احنا استخدمه. كل ده يا ولاد اسمه كونتكست، عشان تسمعوا الكلمه دي كتير قوي في حياتكم. كونتكست هي كل الانفايرمنت بتاعت اي حاجه. يعني ايه؟ يعني انا عندي حاجه اسمها learning context. learning context دي يعني الانفايرمنت بتاعت الليرنينج، اللي هي involved ايه؟ الستاف ممبر والكليه والاداره والكتب والكونتنت واللوائح، كل ده اسمه الكونتكست. فلما بعمل improvement للليرنينج context معناها ان انا هعمل improvement لكل الاسبكتس بتاعت الليرنينج، كمان دول كلهم هما الاسبكتس اوف كوميونيكيشن، فبتسميهم الكوميونيكيشن كونتكست. تمام؟ whatever احنا بنقول ايه، سواء انا encoding او decoding او انا within the communication media، لازم يبقى فيه نايز. والنايز بتاعت الكوميونيكيشن دي حاجة حلوة الحقيقة، ان انا بتحرك وبتكلم وبتفاعل وبرد وباخد وبدي، دي نايز صراحة جميلة قوي. انا هكتفي بالجزء ده كانتروداكتوري بارت في محاضرة النهاردة، ان شاء الله نتقابل على خير في المحاضرة الجاية، واي اسئلة. Thank you.